وردة! بنت يا وردة! أيوة يا حاج. هالي. أيوة يا حاج أمور. سخني لي الكوارع اللي فايت من العشاء. عينيا، قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه! مال؟ وقعت مني. ايه؟ ورق الطلاق. اه حلو قوي الجو ده. بصي بقى يا وردة، شغل السهوكة والخلاعة ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجة هتصدمك. إمكانياتك مش ماشية مع أهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقة اعترفوا بإمكانياتي. كلهم بيخدعوك يا وردة. بقول لك، البضاعة وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها؟ وقت صوتك. حاضر. بقول لك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الدهب عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعة. يلا غوري. من عينيا، بس اياك يطمر. مش هيطمر. اه لقيتها. هي ايه؟ ورق الطلاق. يا سليحة. يا اخوان السؤال المجنونة دي، حول ولا قوة الا بالله. بابي يا سي بابي، حبيبي يا بابي. عايزة ايه؟ في واحد برا. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك برا دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاع ايه مدحت ده؟ عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجأة كأنك رمية، ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ الولد ده مش متربي. هتقولي انا اللي هربيه. ايه نظامه الجدع اللي هو بره ده؟ نصابه ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف؟ هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض؟ ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كبسه زكي. حاج. ايه؟ حاج ايه؟ انا مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قادر الف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلمه انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج. يلا. اهلا وسهلا. اهلا. ما تخدمنيش الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خاتو عزيزه، هو ده الاخ اللي قلت لك. اهلا. يبقى مات؟ هو ده مات. انا تحت امرك يا سعاده الباشا. اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا. اتفضل استريح. اتفضل يا سعاده الباشا. لا هنا 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 اقعد، او جرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا 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 شوف اللي وراك. يلا. حاضر. قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني. لحمة. هتقطع اللحمة؟ اه. اتفضل. أرجو إني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدأنا في الكار وقالوا لنا اللحظة بتيجي مرة واحدة. ربنا يستر. أهلا أهلا أهلا. كلمني عن أسرتك وعن نفسك. أنا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج! يا حاج! حاج! معلش يا ابني، بس الأذن الوسطى بتخليني أرمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا اخي، ما قلنا لك في اي وقت. اهلا وسهلا بيتك. خطوه عزيزه، كلمني عنك وعن اسرتك. احنا عيله ليها باع كبير قوي في الداخليه. ليها ايه؟ باع كبير قوي في الداخليه. اهلا وسهلا. والدي يبقى مساعد اول وزير الداخليه. زهرات يا ورده. وعمي يبقى مدير امن جيزاء. صوت يا وردة. وجدي اللي قبض على ريا وسكينة، لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الأفلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة. حق يلا يحرق الحق واللي جابوا الحق في يوم واحد ده. ختمالي ختمة وحشة لما مؤاخذة يا ابني. الأذن الوسطى بتخليني أخرف. شديني يا حضرة الضابط. ما شاء الله. اقعدي. الله على النسب يا ورده. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. ما تزهقناش بقى يا سعاده الباشا. ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها في سلفان احمر. ما لقيتش احمر، حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا 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 ما ياكلش. سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الظابط.
أمورنا أخويا. أنا جاي أتقدم لطلب إيد بنتكم المصونة وجوهرتكم المكنونة. أنت هتقول لي قصيدة شعر؟ من هي عيلالي؟ أهلا بيك. أهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. أنا مضطر أستأذن يا عمي، نداء الواجب. خير يا حضرة الظابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، وأخيرا عثرت عليه. مطلوب مني إيه يا قوم؟ لقيته فين يا حضرة الظابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. معلش معلش يا اسلام، رقيقة قوي، بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفشي فرفشي فرفشي. عجيبة، هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ بعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير قوي، زي البق في البطانية، بس بشرفي أنقيهم بقى بقى. ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. إيه إيه رجع إيه في الليلة السودة دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في امرك. نتشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد اذنك. اتفضل، ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصلي سعاده الباشا ورد. يا باشمهندس. ايوه. اضطرت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. انا بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه انت. مع السلامه. انت بتشاوري له وفجاه بتشاوري له. انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب، وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني. عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا يلاقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكوني هبل يا بنت. مش هحبه يا بابا. بتقهر امك ورحمه امك ما انت متجوزاها. بص بقى يابا، هتوافق على مدحت خير وبركه، مش هتوافق وحياه امي اللي هتجوزه واهرب بيه. الله الله، تتجوزيه ولا وتولنا على الكراسي وبقينا نزعق. لا تعالي بقى افهمك الصح. ما تنسيش بقى يا حلوه ان انا مضيك على وصولات امانه وممكن احبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا فاكره الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانويه العامه بتاعت التنسيق؟ دي كانت وصولات امانه، وماسك عليك السيديهات وماسك عليك الصور، يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك. يلا. انت شبهت لما تخش اوضتك انا مروقاها، اوعي تعكش السرير. تكنيله بنت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورد؟ اخلص منها واقتلها. اقتلها؟ يعني ما دخلتش السجن في المخدرات، اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغوروا في داهيه هما الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا. اكل معاك كوارع؟ بابا انا اقعدي. انا مش تعبان عليها الا حاجه واحده. ايه؟ لهبل ابن لهبل ابو رياله اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حاج. بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي. يا نهار اسود، ضابط شرطه. يا اخوان يا افضل بتتعلم. الواحد ما بقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. وردة للصنف النظيف. في محلات بتفتح في الحتة من غير ما نعرف جهازه ليه. بس هنعرف. هنعرف. بقول لك ايه يا عم الوسطى؟ ايوه يا معلم. ألف مبروك يا سيدي. هلا بتاع مين المحل ده؟ المعلمة وردة والشماعة اللي معاها. معلمة وردة، وفي معلمة اسمها وردة من غير ما نعرف. وردة مين يا ابني؟ معلمة وردة يا معلم. مين المعلمة وردة؟ خدامتك يا معلم. بنت وردة الخدامة اللي عندي؟ الله الله الله. والشماعة اللي معاها؟ مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمة وردة والشماعة اللي معاها. يبان عليه شماعة معتبرة، يبان عليه شماعة وأبوه شماعة وعيلته شماعات. حلو، البيت برضه وقعت واقفة شكلها. وهي فين المعلمة؟ مأنتاخة فوق شوية. خليها مأنتاخة، مش شاكلين أصلا. تعال شب شاي. الله يخليك يا معلم. هاخد لك مارينا خشب. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. المعلمة وردة والشماعة. أما نشوف. هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال مالهاش رجالة تربيها. دستور. الله، ده الكلام صحيح بقى. انا قلت الواد الصنايعي بيخرف، وقلت هطلع على ورده كده ولا ورده كده. ده طلعت البنت ورده الخدامه اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفره
بعد ما كنتوا بتزغرطوا انت واهلك على الطبليه وستاير وقيمه. الله 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 الله، جريه ورده منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه داخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد؟ قلتيها يا ورده؟ انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت، اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا ورده. اسكت، مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمه؟ والنبي طبعا، ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عمل لك الهلومه دي. معلش نسينا نتعرف عليه، وجابلك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. مفيش بلاش، لازم اعرف جابلك ايه يا ورده. دكانه وشقه. ورده ورده ورده، وحشتيني يا ورده. رياض اللي جابك البيت النجس ايه اللي بيطلعك هنا؟ انزل على المغلق، كلمتين مع الكلبه ديت وهجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ بيته؟ لو انت مشمش، انت ميشو البقف ابن البقف، انت ميشو الشماعه الناطع ابن الناطع. ليه يا ميشو؟ ده انا منبهك، قلت لك خلي بالك وحذرتك، مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين، دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكوا وربيتكم بالحلال. انت ميشو؟ ايوه يابا، القلب وما يريد. انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عجل في كرش بتجري ورا بطنك، تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا؟ ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقط اللي قاعد قدامك، وطبعا اكيد حطيتها على الاستاتيوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عنايات عليه. لا ما تقلقش، خليته شالني من عليه، اصلي لقيته بيئه ولامم، خليته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل. مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ساتر يا رب، كسرتني اختك، كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى انا بجبسك. هيك 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 ابوك في الحقل. هيك ايه؟ هبا جالي الشلل الرعاش يا ميشو. يابا بتفقر ليه كده؟ جالي الشلل الرعاش يا ميشو. ابوك بقى عبيط يا ميشو. وايه اللي عبطك؟ يا ابني هديت ابوك يا ميشو، ابراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا. راحت عليك يا شنب، كله اللي شنبك يابا راحت عليك. ايه؟ مسك الشنب يا ميشو. هيك ابا ما قلت له بلاش يا عقاد.